أسبوع القدس هو فكرة جديدة الحمد لله تم إطلاقها بنقابة المهندسين بفرع نابلس، واقتدت فيها بقية الفروع، بحيث أنه بفضل الله كل الفروع اشتغلت أسبوع القدس بالتزامن مع بعض. كان انطلاقه المركزي من مدينة القدس. هلأ احنا عاملين بنابلس برنامج مكثف خلال أسبوع بيبتدأ من اليوم اللي بيفتتحنا باستضافة الشيخ رائد صلاح. إن شاء الله رح يكون عندنا العديد من المحاضرات القيمة والمحاضرين القيمين اللي مختصين بشؤون القدس اللي رح يشرفونا إن شاء الله على النقابة، عشان تكون يعني بمثابة وجبة معرفية دسمة لجميع الناس إن شاء الله اللي نستهدفهم، اللي تزيد معرفتهم بالمسجد الأقصى وأهميته ودورهم تجاهه وكيف ننصره بإذن الله. هلأ كمان في عندنا المعرض المقدسي اللي احنا متواجدين فيه، اللي بيحتوي على العديد من الزوايا، اللي هي زاوية كتب مقدسية، زاوية أشغال يدوية مقدسية، دبابيس وأشياء ويعني مطبوعات عليها القدس. النقابة هي نقابة وطنية قبل بقية كل التعريف اللي بعديها، هي نقابة وطنية. أهم من أهم أدوار النقابة اللي هو الدور الوطني. النقابة عملها مش مهني بحت أبدا، النقابة عملها وطني مهني متكامل.